جزء آخر اليوم، آخر موضوع عنده الثيرمو دايناميك اللي هو انتروبي اوف ميكس. يعني هلا في عنا عملية ميكسينج راح تصير بالجازز بالسيكونس والسفر، ونحسب الانتروبي كيف بصير عنا تشينج بالانتروبي. فإذا الانتروبي اوف ميكسينج مشان نوضحها بناخذ البداية زي مثال بعدين إنه نحل عليها أسئلة. Suppose that we have two ideal gases at equal pressure separated by a partition as shown in the figure. فنفترض في عندنا سلندر، هاي السلندر فيها بارتيشن هون، هي وفي عندي حاجز على طرفين الحاجز. في عندنا هون غاز ايديال موجود عدد مولات ان 1 حجمه في 1 والبريشر هو ثابت للتو غاز. الغاز الثاني عندنا عدد مولات ان 2 يعني عدد مولات مختلف حجم مختلف ونفس البريشر، يعني الغاز الموجودين على نفس البريشر بس بيختلفوا بعدد المولات بيختلفوا بالحجم. هلا هون البارتيشن از روم، اذا احنا سحبنا البارتيشن قلنا شو بدنا نتوقع بده يصير؟ جزيئات الغازين حيصير لهم ميكسينج مع بعض، رح يتداخلوا في بعض وينتشروا بكل انحاء الاسطوانة. هلا the gases will mix with no change of temperature، بحكي لنا لو سحبنا البارتيشن صار عندي mix للتو gases بس بدون درجة الحرارة انها ما تتغير. ففي هاي الحالة رح يصير عندي هيك الغازين شو مالهم؟ اختلطوا في بعض. هلا الغاز الأول حجمه الأول كان V1، طب حجمه الثاني كم بده يصير؟ هلا حجم الغاز هو حجم الوعاء اللي بيكون فيه، فإذا الحجم الثاني بده يكون حجم الغاز الأول زائد حجم الغاز الثاني، يعني V2 بالنسبة للغاز الأول رح يكون V1 زائد V2 اللي بتاعت الغاز الثاني، ونفس الشيء بالنسبة للغاز الثاني هون بده يصير حجمه هو مجموع الغازين اللي هو V1 زائد V2، يعني الحجم الثاني إلهم الاثنين رح يصير شو معلوم بتساوي. إذا V final هون بدنا نحكي عنها V final بتساوي V1 زائد V2 لمين؟ للغازين. طبعا ممكن نعتبر كمان إنه هو صار في عندي مول فراكشن في هاي الحالة اللي زي نسبة عدد المولات، فالمول فراكشن الغاز الأول بتساوي عدد مولات الغاز الأول مقسوم على مجموع مولات الغازين، والمول فراكشن الغاز الثاني بده يكون عدد مولات الغاز الثاني مقسوم على مجموع الغازين. هلا احنا شو مطلوب منا؟ نحسب الانتروبي بعد عملية الميكسينج. في وان كالكوليت الانتروبي تشينج، اذا بنحسب التغير في الانتروبي وي ماست ايماجن ذا ميكسينج تو اوكي ريفرسبل، يعني اول خطوة بدنا نعملها بدنا نتخيل انه هذا الميكسينج بصير ريفرسبل يعني بشكل عكسي، يعني انه بس نبدأ الحاجز يرجع كل غاز إنه لحاله زي ما كان بالبداية لعدد مولاته بحجمه، هاي إيميجن، إحنا بدنا نتخيل هذا الإشي ولو بالطبيعة أو ناتشرالي سبونتينيوسلي ما بصير هذا الحكي، تمام؟ إذا أول خطوة بدنا نفترض إنه هاي العملية تصير بشكل ريفيرسبل. هلا إحنا كيف حكينا ممكن نرجعها ريفيرسبل؟ لأنه ممكن نحط إشي مجال مغناطيسي، نحط طريقة نفصل الغازين عن بعض ونرجع البارتيشن، يعني فهاي هنا رجعناهم بس بيمشي نفس البارت بطريقة مختلفة. هلا كيف ممكن أنا أتخيل إنه هاي العملية حتصير ريفيرسبلي؟ إنه the first pass find reversibly from its initial volume V1 to final volume V1 زائد V2. هلا الغاز الأول بياخذ بشكل مستقل لحاله كان حجم الأول V1. هلا مجرد ما جبنا البارتيشن كان عملية الميكسينج صار حجمه النهائي V1 زائد V2 اللي هم حجم الغازين اللي هم بيشكلوا حجم الاسطوانه كامل. هلا في هاي الحاله الانتروبي لهذا الغاز اللي هو الغاز الاول فدك S1 بدنا نعطيه S1 لانه بحكي عن الغاز الاول، فعدد مولات الغاز الاول مضروبه في R universal gas constant مضروبه في L V2 على V1. V final على V1 نحكي V final أحسن على V initial. V final شو هي؟ V1 زائد V2 وال V initial هي نفس الحجم للغاز اللي هي V1. هلا بدي أعامل الغاز الثاني كمان بشكل مستقل بنفس الطريقة اللي هي إنه FS2 بدي أسأل عن مرات الغاز الثاني مضروبة ب R مضروبة ب L. V final على V initial لمين؟ للغاز الثاني. V final للغاز الثاني هي نفس بتاعت الغاز الأول اللي هي V1 زائد V2، و V initial للغاز الثاني اللي هي V2. هلا التوتال
الانترو بيجي بيكون بيكون مجموعهم دلتا اس 1 زائد دلتا اس 2. هلا بحكي لنا مثلا انه انا اسهل العمليه او انه ممكن استعيد انه نعبر عن الانتروبي بالمول فراكشن حسب قانون افوكادو. اذا بتتذكر هون في عندي علاقه طبيعيه ما بين عدد المولات وما بين الفوليوم، واللي هي كانت بتمثل انه ان 1 على في 1 بتساوي ان 2 على في 2. من هذا الاكسبريشن ممكن انه احنا نحسب ما يسمى بالمول فراكشن اللي هو اكس 1 واكس 2. فالمول فراكشن للغاز الاول شو بيساوي؟ بيساوي عدد المولات الاول على مجموع عدد المولات، ويساوي اذا بدنا نعبر عنه نستخدم هذا القانون هو حجم الغاز الاول مقسوم على التوتال فوليوم. بنفس الطريقة بنكتب لمين؟ للغاز الثاني، مول فراكشن للغاز الثاني. في حد عنده سؤال؟ المول فراكشن الغاز الثاني بيساوي عدد مولات الغاز الثاني مقسوم على التوتال مول اوف مول التوتال نمبر اوف مول، واللي هو ممكن نعبر عنه كمان بالفوليوم حسب هاي العلاقة، لأن العلاقة تفضيلية ما بين الفوليوم والنمبر مول في 2 على في 1 زائد في 2. فإذا احنا بدل ما بنحط هون بالقانون في 1 على في 2 زائد في 2 على في 2 هون، بنحط هذا الاكسبريشن اللي هو نمبر مول وبنحط هون. بدل ما نكتب هاي كلياتها بنكتب اكس 1 اللي هي المول فراكشن الاول. بس طلعوا هون شو في عندنا العلاقة، انه هون في عندنا في 1 زائد في 2 على في 1، هون العكس في 1 على في 1 زائد في 2 يعني مقلوبة. يعني لو بدي اعوض المول فراكشن بهذا القانون بيكون عندي 1 على اكس اللي هي 1 على المول فراكشن، أو إنه بنخليها زي ما هي مول فراكشن بنحط هون إشارة سالبة. عادة صح إنه بنحط سالب هون مول فراكشن، أو بنخليها هون بنحط 1 على المول فراكشن زي هيك. أنا بشوف توتال انتروبي بده يكون دلتا اس 1 زائد دلتا اس 2 مجموعهم الثنتين. هلا مجموعهم الثنتين بعد ما عوضنا المول فراكشن هيك صارت في 1 في ار يعني 1 على المول فراكشن الغاز الأول زائد ان 2 في ار لان 1 على المول فراكشن للغاز الثاني. فهاي هي عبارة عن التوتال انتروبي. ممكن زي ما حكينا نحط هنا ماينس وهنا ماينس وهون مول فراكشن وهون مول فراكشن. هلا هون ممكن نكتبها بهاي الطريقة، انه مثلا ناخذ الار عام المشترك ونقلب المقام هنا والباص ونحط اشارة سالبة، فصرنا ماينس ان 1 زائد ان 2 في R المول فراكشن الأول في لين المول فراكشن زائد المول فراكشن الثاني في لين المول فراكشن الثاني. يعني ممكن زي هيك نكتب، أو ممكن نخليها بهاي الصورة أسهل للحسابات والأشياء. الانتروبي تشينج بير مول أوف ميكستشر، هلا هاي في حال كان عندي عدد مولات معين من المادة. هلا إذا كان عندي 1 مول شو بدي أعمل؟ بدل عدد المولات نعوض إيش؟ نعوض 1. في حال كان عندي 1 مول بصير عندنا هون انه يعني هون انه 1 زائد 1، بس عندي الاشارة السالبة لما بنوزعها هون انه بيروحوا مع بعض. صح عندي دلتا اس بتساوي ماينس ار في المول فراكشن 1 في لين المول فراكشن 1 زائد المول فراكشن 2 في لين المول فراكشن 2. انا عندي فضل هاي العادة بتكون زي اوضح، لان احنا ممكن نعوض عليها احسن. فعن اي نمبر اوف كازس يعني اي عدد من مولات الغاز اللي ممكن نستخدمها بهاي الطريقة، يعني ممكن تنكتب بهاي الطريقة انه دلتا اس بتساوي يعني على نمبر اوف غازز نمبر اوف مول، يعني كل غاز عندي 1 مول بس عندي مجموعة من الغازات. فهون احنا اخذنا نقسم لمين؟ للغازز. طب اذا كان عندي 3 غازز 4 5 فممكن انه الانتروبي في هاي الحالة بيكون ماينس ار مضروب في كل كل غاز، فهنا هون الغاز الأول الغاز الثاني الغاز الثالث الرابع الخامس في انفينيتي، يعني هون يكون عندي عدد من الغازات، مولات عدد من الغازات. هلا بحكي لك إذا كان الانيشال بريشر أوف تو هايدروجين جاز أر نوت ذا سيم، يعني إذا كان هلا إحنا الحالة اللي أخذناها إنه البريشر نفسه الانيشال بريشر نفسه. طب إذا كان الانيشال بريشر نفس الشيء، إذا البريشر رح يختلف كمان. فبنجي نعمل النكس
هلا هذا في حالة الغازز، والمثال أصلا معطينا إياه على سوليوشن يعني على ليكويد،
بيستعمل في حاجة السلطة والليكويدز يجب يكون عندنا الميكسينج. الانترو بيتين من سلطة أو ليكويد أو هيتد أو كول can be calculated of three more the heat capacities and the latent heat for any phase transition that occurs. فلنسى السلطة والليكويد نحسب لهم الانتروبي ممكن نحسبهم إذا عرفنا الهيت كباسيتي يعني قبل شوي بالنسبة للغازات ما كان بس بتصير على الهيت كباسيتي بيعتمد على الفوليوم ممكن يعتمد على البريشر المول فراكشن يعني وحدة فيهم كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة بينما السوليد والليكويد إذا عرفنا الهيت كباسيتي أو لاتنت هيت لاتنت هيت حكاية نفسها اللي هي الهيت أوف فيوجن اللي هي الانصهار أو أي عملية ترانزيشن كانت فابولايزيشن كانت ترانزيشن يعني أي عملية كانت لازم نعرف الريسك بس عشان نحسب الانتروبي. Those are the contributions arising from volume time and with all small in these cases can usually be reflected. هلا في عندي في حالة السوليد والليكويد في عندنا في حالة الغازات الفوليوم بناخذه بعين الاعتبار ليش؟ لأنه في عندي فرق بيكون في الفوليوم بينما المساهمة في تغير الحجم بالنسبة للسوليد والليكويد هو مش ميكسينج بنحكي لو نعمل لهم هيتنج انه نسخنهم يكون صغير فاحنا ممكن انه نعمل له نكتب يعني انه احنا نهمله وما ناخذه بعين الاعتبار. هلا شو هي الطريقة اللي ممكن احنا نحسب فيها ال انتروبي لمادة سوليد ولا ليكويد؟ خلينا ناخذ اكزامبل هون كان مول اوف ووتر 50 درجة سلسيوس مي عدد مولات 2 حاطين على درجة حرارة 50 درجة سلسيوس جينا حطيناهم بريفريجيتور وين بثلاجة فريزر شفنا المي هاي على درجة حرارة 50 حطيناها مباشرة بالفريزر which maintained at 5 درجة سلسيوس مباشرة حرارة الفريزر 5 درجة سلسيوس لكن the heat capacity of water the heat capacity الحرارية الحرارية للمي هي مي على
مضروبة بالفرق في درجة الحرارة اللي هي ناقص 5. إذا أول شيء نحسب الانتروبي في للماي، حدود الماي، بعدين نحسب الهيت اللي صار لها جين أو لوس حسب إحنا عملنا الهيت جين، لأنه الماي اكتسبت لأنه الريفريجريتور اكتسبت حرارة من الماي، فبالتالي كمية الحرارة اللي اكتسبتها اللي هي عن المولات اللي هي الفرق في درجة الحرارة. هلا الانتروبي تشينج ان ذا ريفريجريتور نحسب هاي الهيت، كان احسب الانتروبي تشينج للريفريجريتور، لان الريفريجريتور اشي صلب يعني مش انه ال تي 1 وال تي 2 انه او انه هيك بس لحالها يعني، فهو مادة يعني اشي صلب وثابت، فكنا نحسب له بنحسب كمية الحرارة اللي تم اكتسابها. فالانتروبي في هاي الحالة بنطبق هذا القانون اللي هو كيو مقسومة على تي، كيو اللي هي حسبناها 6,977 مقسومة على التمبرشر اللي الريفريجريتور قديش اللي 5 درجة سلسيوس، نحولها لكلفن 278.5. فلما نقسمهم على بعض تطلع الانتروبي تشينج للريفريجريتور 24.38 جول كلفن امبرز. هلا النت انتروبي او التوتال انتروبي اللي بده يصير كان الماي زائد كان الريفريجريتور، هم يجمعهم الاثنين. هلا هون 24 هاي ناقص 22 مجموعهم يعني هاي صارت بتطلع لنا 1.79 جول كلفن. هلا هاي اذا النت انتروبي بنطلع من عامل الريفريجريتور لحال، من عامل الماي لحال، بعدين بنجمع تشينج الانتروبي لكل وحده. بنحسب تشينج الانتروبي لكل وحده شو القانون اللي بنستخدمه حسب المعطيات الموجوده عندنا وحسب طبيعه الماده. هلا بحكي لنا هون بنلاحظ انه النت انتروبي تشينج بوزيتيف، يعني صار في عندي زياده في محصله الانتروبي. هذا اللي هو بحكي لنا عنه السيكون لو في الدايناميك. خلينا ناخذ كمان مثال اللي هو انه على اوسع شوي يعني في عندي تحولات اكثر. هلا third case entropy change when 1 مول اوف ايس، في عندي 1 مول اوف ايس، لما يكون عندي دائما 1 مول بيريحني من عدد المولات. is heating from 250 كلفن to 300 كلفن. شفنا هذا الدرج، سخنا كان درجة حرارة 250 كلفن، رفعنا درجة حرارة ل 300 كلفن. الهيت كاباسيتي بحكي لنا الهيت كاباسيتي اللي هي سي اند كونستنت بريشر للماي اند ايس تو بي، للماي هي ليكويد 75.5، للايس لما تكون صلب بيكون 37.7 جول في كلفن بير مول. بس كثير يعني بتكون متتالي حكينا عن الواتر الايس، لان هاي الواتر بعدين الايس. عند لاتر هيت اوف فيوجن اوف ايس از 6.02 كيلو جول بير مول. اللاتنسي كونفيوجن يعني درجة الحرارة اللي هي للانصهار، كمية الحرارة للانصهار اللي هي هذا النقطة. هلا السؤال كيف بدي اتعامل معه؟ في عندي ايس درجة حرارة تحولت من 250 ل 300. هلا 250 وفي عندي الهيت اوف فيوجن، الهيت اوف فيوجن احنا بنعرف هي كم درجة الحرارة؟ 273 اللي هي 0 ديجري سيليسيوس. يعني هون الايس مر بدرجة الفيوجن اللي هي 0 ديجري سيلسيوس يعني 273، بعدين ارتفعت لوين؟ ل 300. فإذا هون أنا بدي آخذ أو نعمل ميجرمنت من 250 من 273، بعدين من 273 إلى 300 كيلو. يعني كيف بنفسرها؟ في عندي ايس هي عدد مولات 1 درجة حرارة 250، من هيك؟ أول شغلة رح نمر إنه بدرجة الفيوجن اللي هي عملية اللي بصير فيها إكويليبريوم ما بين السوليد ما بين الليكويد اللي هي درجة الانصهار اللي هي كان 273.15. هلا هاي استمر عملية التصفير، صار عندي عملية الميلتنج كاملة، فتحول لليكويد كله و 300 كيلو. فإذا هون بدنا نحسب الانتروبي لما من 250 ل 273 من 273 إلى 300. ليش أخذت هاي بعين الاعتبار هاي العملية اللي بالنص؟ لأنه معطيني اللاتنس هيت أوف فيوجن اللي هي بتصير على 273، فإذا أنا لازم آخذ هاي المرحلة بعين الاعتبار. إذا أول
شغله بنحسب الانتروبي كي، تحول الانتروبي لما ننتقل من درجه حراره 250 الى 273 على نفس القانون السابق اللي هو دلتا اس 1 بتساوي اللي هي كانت عدد المولات مضروبه بالهيت كاباسيتي مضروبه في الانتروبي على تي 1 هيك يعني. هذا احنا معبرين عنها بالكتاب وحطنا تكامل. شو عمل التكامل؟ لا ما كتبناه. عدد المولات مضروبه بالهيت كاباسيتي مضروبه بالانتروبي فاينل على تي انيشال. هلا عدد المولات واحد، هيت كاباسيتي انا عندي ايس، لساتنا احنا بالايس هون. فلانه ايس بده يكون الهيت كاباسيتي للايس اللي هي 337. تي فاينل اللي هي 273 مقسوم على تي انيشال اللي هي 250. طلع لنا الرقم دلتا اس 1 بيساوي 3.34 جول بير كلفن بير مو. هلا النقطة الثانية بدنا نحسب دلتا اس 2. شو هي دلتا اس 2؟ لما بيكون عندنا على على الميلتنج بوينت او الفيول. هلا لو صار من 373 ايش صار عندنا؟ صار عندنا عملية اكوليبريو ما بين السوليد والليكويد اللي هي هاي العملية اللي بصير عندها الانصهار. هلا بدي احسب الانتروبي عند هاي النقطة عند 273.15 لانه هي النقطة اللي بصير عندها تحول فوليوم مثلا تغير الفوليوم. هلا دلتا اس 2 كيف بدي احسبها؟ كيو للفيوجن مقسومة على التمبريتشر. الكيو للفيوجن مثلا هي على 6.2 جول بير مول، بنحولها على كل جول، احنا بنحولها لجول بنضرب ب 10 قوة 8 بنقسم على التمبريتشر اللي هي 273.15. فدلتا اس 2 في هاي الحالة تمام 22.04 جول بير كيلوين بير مول. هلا النقطة الثالثة دلتا اس 3 لما ننتقل من 273 إلى 200 إلى 300 كلفن. هلا بنحسب الانتروبي للهيتنج من 200 مش 213 273 بس الغلط مكتوبة ل 300 كلفن. هلا هون دلتا اس 3 بده يكون عدد المولات مضروب بالهيت كاباسيتي. لما نروح جزء حجم المي صار العكس على الليكويد، فمشان هيك بناخذ الهيت كاباسيتي للموتر للليكويد مضروبه في هي فاينل على تي انيشال، تي فاينل 300 وتي انيشال 273، تطلع معنا دلتا اس 3 اللي هو 7 جول بير كلفن 7.6 جول بير كلفن بير مول. هلا النت كلهم وحصيلتها دلتا اس 1 زائد دلتا اس 2 اس 3 نجمعهم كلهم فبقى معنا المحصلة 32.42. وهي في عندنا كمان بوزيتيف انتروبي. يعني بوزيتيف انتروبي عشوائية رح تزيد، ليش؟ لأنه السرعة الأوردر للجزيئات بيكون مرتبة بشكل أكبر، فلما أنا أفككها بصير عندي هيك عشوائية أكثر، فالانتروبي هون بده يزيد. هذا مثال ثاني إنه كيف ممكن نحسب الانتروبي، يعني أهم شيء التحولات هاي العمليات. وبما انه معطيني اللي بالنص هي عملية الانصهار والفيوجن لازم ناخذها بعين الاعتبار ونحسب دلتا اس عندها. ناخذ كمان مثال. One mole of super cold water at minus 10 degrees Celsius and one atmosphere pressure turned into ice. هلا في عندنا super cold water يعني مي كثير مبردة، تمام؟ درجة حرارتها كانت minus 10 degrees Celsius. الضغط واحد اتموسفير، هاي تحولت لايس. كيف تحولت لايس؟ يعني رفعنا درجة الحرارة من ماينس 10 دجري سلسيوس إلى 0 دجري سلسيوس اللي هي 273 كلفن. هذا التحول الأول صار عندنا. كالكوليت ذا انتروبي تشينج إن ذا سيستم، بدنا نحسب الانتروبي تشينج للنظام عند إن ذا سراوندينج وللمحيط. عند انتروبي تشينج يوزنج ذا داتا جيفن إن ذا previous example. بدنا نستخدم نفس الداتا اللي بال previous example. شو هي نفس الداتا اللي كانت بال previous example؟ هيت كاباسيتي للووتر، هيت كاباسيتي للايس، وال دلتا اس فيوجن هون اللي هي الانصهار، هاي الهيت للانصهار. بنستخدم نفس المعلومات بس هون درجات الحرارة تغيرت يعني. فمشان الحال بالبداية
gitmektedir. Duyulan cevaz eserleriniz olsun. Görüşürüz. Bayrış su takı gördü. Eğer maalesef de bilirseniz konfiyatet into eyes. Evet. Maalesef kendi bilirsiniz. Yani hala hiç super cool bir otel yani yoksa benim oğlum gelip çıkmaz. Mesela biz bir tamamen ağız, eskimen alemanın saçları gidiyorsunuz. Şöyle bir şey, ne kadar şu hayalimiz, mayın saçları gidiyorsunuz. Bir, zero de gidiyorsunuz. Süreyi ne hala ağız. Beden mi, zero de gidiyorsunuz. Ne kadar mayın saçları gidiyorsunuz. Beden bir tahammülün, بالنص اللي هو هاي عملية الفريزنج اللي صارت عندي ثلاث انتو بدنا نحسبها فأول وحدة اللي هما السيريز الفريزيرسبل بروسيس يعني لأنها بدها تصير سلسلة من العمليات اللي ممكن تصير بشكل ريفرسبل أول سيريز أو أول خطوة النسبة الأولى هي دوت ريفرسبل تزيد ديجري سيليسيس يعني نرفع الماينس 10 لزيرو بعدين برينك أباوت ريفرسبل فريزنج يعني بدي يصير عندي عملية برجع بدنا نعمل كول ذا ايس نرجع نبرد هذا الثلج بماينس 10 ديجري سيليسيوس اذا في عندنا ثلاث نقاط بدنا ناخذهم بعين الاعتبار هلا بالنسبه الاولى بدنا ناخذ درجه الحراره من ماينس 10 الى زيرو فمشان نحسب الانتروبي كنا نحسبها من ماينس من 263 بنحول التمبريتشر لكلفن الماينس 10 بتصير 263.15 كلفن لا 273 يعني موجود بشكل ليكويد مجال هيك بحسب الهيت كباسيتي للليكويد للووتر فبنحط عند المولات واحد في هيت كباسيتي للووتر فين تي فاينل على تي انيشال بنحط 73 على 263 بتطلع لنا دلتا اس 1 بيساوي 2.81 جول بير كيلفن بير مول هلا بدنا نحسب الهيت متى الهيت عند عملية الفريزنج فالهيت بتساوي كيو مقسوم على التمبريتشر اللي هي 50 درجة سيليسيوس يعني 273 كلفن. إذا هون بنساوي كيو ماينس كيو فيوجن على تي كيو فيوجن اللي هي 1020 و 273 صار معنا ماينس 22.04 هون بالماينس لأنه صار لنا عملية فريزنج هناك كانت الفيوجن عملية أدموجة الفريزنج بدها تكون عكسها طيب الهيت كمية الهيت لانه بالفريزنج الصناعة بنقول بده يفقد حرارة صح؟ المادة بدها تتحمر فالسيستم نفسه بده يفقد حرارة نص مشان هيك عملنا له شو؟ ماينس هلا إذا دلتا اس 2 بتساوي ماينس 22.04 هلا العملية الثالثة اللي بدنا نطبق على نفس الأولى بس درجة الحرارة من زيرو إلى سالب 10 نرجع لسالب 10 مرة ثانية بس بنحافظ على إنه يكون آيس ما يكون إنه ووتر ففي هاي الحالة نطبق اللي هو بدنا نطبق صار آيس منه من هيك بدنا نطبق الهيك بس صار آيس فإذا 1 مول مضروب ب 37.7 2 تي فاينل على تي إنشال تي فاينل رجعنا لماينس 10 وتي إنشال انتقلنا للزيرو ديجري سيليسيوس وصار في عندنا الانتروبي ماينس 1.41 جيجا كيلفن كيلفن هلا ليش حاطه ماينس؟ لانه من هون بنقول عندي رقم قليل نحكم على رقم كبير فكانه انا ليش كمان بالماينس وانا هذا بدي حيطلع معي سالب اذا هذا النت كامل المحصل شو بنعمل؟ بنجمعهم كلهم دلتا اس 1 دلتا اس 2 دلتا اس 3 حطينا الانتروبي بالاخر ماينس 20 فاصلة 64 جول كير كيلفن بير مول يعني العملية بس تجربة إنه أعرف شو العمليات اللي صارت عندي وتطبيق على القانون بشكل مباشر هلا ليش بدي إنكريز إنه في عندي إيه أوكي باي فاير كالكوليتر يونيت أمانت أوكي
المايه هي صفر في الجودة، بعدين بتيجي يحسب الانتروبي للسلاندي اللي هو المحيط، تحسب يصير الانتروبي للسلاندي. هلا هون this is the sum of the three terms corresponding to the three steps. كمان هون للسلاندي بدي اعمل نفس المعاملة، من عندي ثلاث تحولات، نفس التحولات اللي كانت على السيستم اللي هو الايس فينا نعمله، او الووتر بدنا نعمله نفس الشيء على السلاندي. هلا الخطوة الأولى he lost by the surrounding is heating the water from minus 20 degrees Celsius. يعني قبل الماي أعطيناها حرارة كسبت الحرارة وصارت minus 10 إلى 0. هلا surrounding بصير بالعكس، درجة حرارته نزلت من تلك الماي. هلا شو بصير عندي هون؟ بده يصير عندنا القانون اللي هو 10 ضرب 75.3 جول بير كلفن بير وات، بتطلع معنا 753 بير جول بير. هلا انا ما عندي مي، فاذا ما بقدر استخدم الهيت بس للمي. هلا هون احنا شو استخدمنا؟ 10 كلفن، يعني قديش مقدار درجات الحراره اللي تغيرت؟ هي 10 كلفن، هي يعني تحكي 10 كلفن مضروبه ب 75.3 بتطلع معنا 753. هلا بالنسبة لل surrounding نقطة gain صارت 753 جول كيلو. هلا الخطوة الثانية heat gain by the surrounding when the water freezes at 0 degrees Celsius 6020 جول كيلو. ما هي حدا زي ما هي، وما أصلا بحكي لنا الهيت اوف الفيوجن او الهيت الفريزنج هي نفس الشيء، بس الإشارة هي اللي حتختلف. فلو عندنا الموت قبل شوي فقد الهيت، إذا ما يصير يكتبها السيناريو، بحط احتمال الحرارة اللي بيكتبها السيناريو اللي هي 6020. هلا الخطوة الثالثة هي تجيب باي سيناريو وين ذا ايس از كول فور ماينس 10 ديجري سيلسيوس. هلا إذا نزلنا درجة الحرارة للماي لماينس 10 ديجري سيلسيوس، هلا شو بده يصير بالسيراميك؟ بده يكسر هاي الحرارة اللي كان فقدها، فبده يكون مقدار الفرق في الحرارة اللي هي 10 كلفن مضروبة ب 37 جول بير كلفن، هي نفسها بيحكي بس للايس. ليش؟ لأنه هون بحكي عن ايس، هون بيحكي بس للووتر لأنه كانت عبارة عن ووتر. فمين اللي سحب منه؟ مين اللي أخذ منه؟ إنه الهيت بنحط 83 اللي هي بس انه بنضرب ال 10 درجات تبعه ب 37 اللي هي الكراسي دي كمية الحرارة المكتسبة. فانا بجمعها ثلاثة مع بعض ماينس 753 زائد 23 زائد 379، لازم كلهم يكونوا بالجول، يعني الوحدة لازم تكون ثابتة، بتطلع معنا 5244 جول، يعني 5.644 جول. هلا this heat is taken by up the surrounding at the constant temperature of minus 10 degrees Celsius and the entropy increase S. هلا انا بدي احسب delta S plus surrounding change in entropy plus surrounding، بده يكون ال heat مقسومة على temperature. يعني هذول اللي حسبناهم شو هم؟ هلا ما حسبنا entropy، حسبنا heat كمية الحرارة، تمام؟ حسبنا كمية الحرارة، كمية الحرارة شو بتساوي؟ دلتا تي في الهيت كاباسيتي. هلا هون هي دلتا تي في الهيت كاباسيتي، هون دلتا تي في الهيت كاباسيتي، هاي نفس اللي بتصير عندنا الفيوجن. هلا احنا الانتروبي بشكل عام شو بتساوي؟ أول قانون أخذناه اللي هو الهيت مقسومة على التمبريتشر. الهيت المكتسبة من السراوندينج اللي هي مجموعها 5244 مقسومة على التمبريتشر للسراوندينج اللي هي 263 هي نفسها ماينس 10 ديجري سيلسيوس، فبطلع معنا نفس الراوندينج 21.45 جول بير كلفن بير مول. هلا الأوفر أول إنتروبي لو أخذت الراوندينج والسيستم اثنين مع بعض شو بدنا نعمل؟ بدنا نجمعهم الاثنين، دلتا إس للسيستم زائد دلتا إس للراوندينج، نجمعهم الاثنين مع بعض بيعطينا 0.81 جول بير كلفن بير مول. هلا هون ممكن انه احنا السؤال بدكم
ده صغير انه ده السيستم، يعني ما بيدعي في حاله الاستدامه. اذا طلب الاستدامه اللي هو طالبنا الاستدامه بيروح بيحسب الاستدامه، واذا طلب الاوفر اول بيجمع السيستم زائد الاستدامه مع بعض. طبعا اخذنا ثلاث امثله، كل مثال يحتوي على افكار، يعني كل مثال فيه فكره جديده عن الثاني. تمام، فاخر شيء المرة الجاية رح ناخذ problems.